استقبل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمكتبه في القيادة العامة. استقبل سعادة اللواء الركن خليفة حميد ساعد الكعبي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. وخلال اللقاء شكر معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين سعادة الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهوده الطيبة التي بذلها خلال فترة عمله، متمنيا معاليه له التوفيق والنجاح في كل ما يسند إليه من مهام جديدة. حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة.